انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشت 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها، سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع، عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكره. ها، ازيك يا ابو جمعه؟ مين؟ سي حمد؟ يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. أنا فين؟ منى؟ منى؟ شريف، الحمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جت امبارح هي ومامتها وباباها، وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم إزاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل إيه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. أحسن، على قفاه؟ ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ خرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد، اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا، وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ معرفش معرفش. انت يا ياض لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ياض الوقت بيمر، احمد وضوع هيروح ده هيموتوا. انت يا ياض خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت انا معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت البنك؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت البنك؟ وكمان اهل انت رايح فين؟ سيبيني فين انا فيه؟ انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت، انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت نفسك ايه يا اخي؟ يا مدبخ، انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه، كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى، اخد حمام الاول ومنجي نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتح لي ال شريف؟ فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصلي في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش، لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك.
شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال اخرج لكم بالبوص؟ مش هيبقى التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى، منى، منى مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. تمام، قصدي الهيئة في الباب، اتفضلوا. تليفونكم عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلاً كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي، لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده. هناك؟ أنا أصلي بقى إيه؟ مش بزور الحتة دي. أنا أعتبر مقيم هناك. إيه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط، مظبوط، مظبوط يا ولد. إيه؟ مظبوط. بعدين بقى. يا منى. 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 الدبانة أصلها هنا. طب ما هو البواب. مبلمة كده ليه؟ اتحركي. ها. وأخبار الداخلية إيه؟ عاملين إيه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد، احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص، خلاص يا ابني، خلاص اعمل معروف، سيبك حالك، ارحمها وارحمنا. باين عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب. ده ايه اللي عندك؟ ايه؟ اثبت، اهو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير، خير باذن الله. في دبانه ثانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتنا. انت مين ده؟ ده حرف القبهة ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده، شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا، وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم، ارجوك. خلاص، يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا. شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني كده باشا؟ صل على النبي يا باشا.